السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. نرحب فيكم في درس اليوم، درس المواد الموصلة والمواد العازلة وأشباه الموصلات. رحب فيكم في موضوعنا اليوم، والموضوع للأمانة جميل جدا وممتع وفي الكثير من المعلومات الشيقة والتي سوف نستمتع ونستفيد فيها في حياتنا اليومية. موضوعنا اليوم المواد الموصلة والمواد العازلة وأشباه الموصلات. كما هو متعارف عليه أن الكهرباء لا يمكن أن نستغني عنها في حياتنا اليومية، فهل تساءلنا يوما كيف يصل التيار إلى جهاز التلفاز في المنزل؟ عن طريق سلك مصنوع من خشب أم بلاستيك أم نحاس؟ بإذن الله سنتعرف على الإجابة ومعلومات أكثر وأكثر بإذن الله في الفيديو القادم. مرحبا أصدقائي، كلنا نعلم أن الكهرباء مهمة جدا في حياتنا العملية وفي المنزل، ولا نستطيع الاستغناء عنها، ودائما لنتذكر بعض المواقف أن الأهل ينبهوننا عند توصيل أي جهاز في المنزل علينا الأخذ الحيطة والحذر وعدم استعمال المعادن للتوصيل أو ملامسة اليد وهي مبللة بالماء. يا ترى لماذا؟ اليوم درسنا سنتطرق ونتعرف لماذا؟ قبل أن نتطرق إلى درسنا اليوم، علينا أن نتعلم أو نتعرف على بعض المعلومات العلمية لتسهل علينا الدرس. إذن هيا بنا. هل تعلم أن المادة هي كل ما يشغل حيزا من الفراغ كالماء والهواء والمعادن والغازات؟ وهل تعلم أن المادة إما أن تكون سائلة كالماء أو غازية كالبخار أو صلبة كالحديد والنحاس وغيرها؟ وهل تعلم أن المادة تتكون من أجزاء صغيرة جدا جدا لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وهذا الجزء يسمى الذرة؟ وهل تعلم أن الذرات لا تكون متلاصقة تماما، بل يكون بينهما فراغ، غير أنه توجد قوة ترابط أو تماسك بين ذرات بعضها البعض، يختلف من مادة إلى أخرى؟ وهل تعلم أن الذرة هي ليست أصغر جزء في المادة، بل أنها تتكون من جسيمات أصغر منها تسمى الإلكترونات، وهي شحنتها سالبة؟ وهذه الإلكترونات تدور حول قلب الذرة أو ما نسميه نواة، وهي شحنتها موجبة. وهل تعلم أن الذرة في حالتها الطبيعية متعادلة الشحنة، أي أن الشحنات الكهربائية السالبة تعادل الشحنات الكهربائية الموجبة، لهذا السبب لا تظهر آثار الكهرباء على المادة؟ وهل تعلم أن الذرات تختلف عن بعضها البعض في مقدار الإلكترونات والبروتونات التي تتكون منها الذرة؟ إن هذه المعلومات العلمية ستسهل علينا درسنا اليوم الذي هو بعنوان المواد الموصلة والمواد العازلة وأشباه الموصلات. هيا بنا نبدأ الدرس. عنوان درسنا اليوم المواد الموصلة والمواد العازلة وأشباه الموصلات. هيا بنا لنتعلم ما معنى كل هذا. أولاً علينا أن نتعلم أن المادة هي كل ما يشغل حيزاً من الفراغ كالماء والهواء والمعادن والغازات، وللمادة أنواع. أول نوع من المادة إما أن تكون سائلة كالماء أو العصير أو أي شيء آخر، صلبة كالحديد أو الخشب أو أي صلب أمامك الآن، أو غازية كالهواء.
تتكون المادة من أجزاء صغيرة جدا جدا لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وهذا الجزء الصغير يسمى الذرة. إن الذرة هي ليست أصغر جزء بالمادة، بل إنها تتكون من جسيمات أصغر منها كما هو موضح، تسمى الإلكترونات، وهي ذات شحنة كهربية سالبة، وهذه الإلكترونات تدور حول الذرة أو ما نسميه النواة بروتون، وهي ذات شحنة كهربية موجبة. إن الذرة في حالتها الطبيعية متعادلة الشحنة، أي أن الشحنات الكهربائية السالبة تعادل الشحنات الكهربائية الموجبة، لهذا السبب لا تظهر آثار على المادة إلا إذا حدث حالة غير متعادلة. ذرات المواد تختلف عن بعضها الآخر في المقدار الإلكترونات والبروتونات التي تتكون منها الذرة. هيا بنا لنرى مثال. أول مثال ذرة النحاس، ونرى فقط آخر مدار من الإلكترونات، نرى أن هناك إلكترون واحد فقط. عندما نرى ذلك إلكترون واحد أو أربع إلكترونات، فتعتبر أن العنصر موصل جيد للكهرباء، سنرى ذلك لاحقا في التطبيق العملي. وعندما نرى عنصر آخر مثال، هيا بنا لنرى الكبريت. ها هو الكبريت، لنرى آخر مدار، نعد مع بعض 1 2 3 4 5 6، إنها 6 إلكترونات في المدار الأخير. وعندما نرى ذلك تعتبر مادة الكبريت مادة غير موصلة للكهرباء. وهنا الفرق بينهم، نلاحظ الفرق، وهنا سنتطرق إلى المواد الموصلة والمواد العازلة. أولا المواد الموصلة هي المواد التي تسمح للكهرباء بالمرور من خلالها، وتكون المدار الأخير للإلكترونات الخارجي فيها تتحرر من ذراتها وتتحرك عشوائيا بين الذرات. ويحتوي المدار الخارجي على عدد قليل من الإلكترونات، غالبا تكون واحد كالنحاس سابقا، مثل ذرة الفضة. وأيضا هناك يوجد الذهب، إلكتروناتها حرة الأخيرة، الحديد والنحاس. إنها مواد موصلة، ويكون مدارها الأخير كما قلنا سابقاً حرة أقل من 4. والمواد العازلة هي مواد لا تسمح للكهرباء بالمرور، لا تستطيع استعمال الحبل أو الخيط لتوصيل التيار الكهربائي في الدائرة الكهربائية، حيث أن الخيط مكون من مادة عازلة، وعدد الإلكترونات بالمدار الأخير تكون شبه مكتملة، من الصعب انتقال الإلكترونات من الذرة. وهناك أمثلة. أول مثال الزجاج، وأيضا الخشب مواد غير موصلة للتيار الكهربائي، والبلاستيك والسيراميك. والآن هيا بنا لنرى عمليا هل ما قلناه صحيح أم لا. أولاً نحتاج دائرة كهربائية بسيطة تتكون من كما هو موضح أمامك بطارية، وأيضاً نحتاج إلى مفتاح كما هو أمامك يتحكم في فتح وغلق الدائرة، وأيضاً نحتاج إلى مصباح لنرى إذا كانت المواد موصلة أو عازلة. وكما هو موضح أمامك، أول عنصر البلاستيك، ثاني عنصر النحاس، لتجربة اليوم أيضا سنحتاج إلى قطعة من الخشب، ونحتاج إلى حديد، وأيضا نحتاج إلى قطن. وكما ترين هنا قصدير. وأخيرا قطعة من الفلين.
وبعد تجهيز التجربة سنرى عمليا ما هي المواد الموصلة للتيار والمواد العازلة. والآن لنرى المواد الصلبة والعازلة السائلة. يا ترى هل السوائل موصلة للتيار؟ هيا بنا لنرى. كما هو موضح أمامنا عند وضع الماء والملح، نرى قراءة في الجهاز الأفوميتر المخصص لقراءة التيار الكهربائي، وعندما وضع الزيت في الدائرة الكهربائية البسيطة نلاحظ القراءة صفر. إذن الزيت مادة عازلة لا توصل التيار. والماء والملح مادة موصلة للتيار كما هو موضح أمامك. إذن ماذا نستنتج في التطبيقات العملية السابقة؟ نستنتج في المواد الموصلة والمواد العازلة الصلبة كانت أم السائلة أن المواد الموصلة هي المواد التي تحتوي في ذراتها على الإلكترونات الحرة، ودرجة توصيلها للكهرباء تختلف تبعا لمقدار هذه الإلكترونات الحرة الموجودة في ذراتها. فالفضة مثلا من المواد جيدة التوصيل للكهرباء لكثرة الإلكترونات الحرة في ذراتها، ثم النحاس يليها في الجودة، وهناك الحديد والنيكل، ويمكن اعتبارهم مواد موصلة ولكن ليسا جيدات توصيل كالفضة. فالحديد يقاوم مرور التيار الكهربائي بمقدار أكبر مما يبديه النحاس مثلا أو الفضة. لهذا فإن المواد الموصلة نفسها يمكن أن نقسمها إلى جيدة التوصيل وإلى متوسطة التوصيل ثم إلى ضعيفة التوصيل. المواد العازلة هي المواد التي ليست بذراتها إلكترونات حرة، بل تكون الإلكترونات ملتصقة بالنواة. والمواد العازلة الكهرباء كثيرة منها كما ذكرناها سابقا، الزجاج، الرخام، الخشب، البلاستيك، ولكل مادة عازلة خواص تختلف من غيرها من حيث جودة العزل أو ضعفه، أي يمكن تقسيمها أيضا إلى جيدة العزل ومتوسطة العزل وضعيفة العزل. هل تعلم أنه أيضا يوجد مواد شبه موصلة غير المواد الموصلة والعازلة؟ إن المادة الشبه موصلة مادة توصل الكهرباء أفضل من المواد العازلة، ولكن تحت ظروف معينة سهلت هذه المواد صناعة أجهزة الحواسيب الحديثة والعناصر الإلكترونية المهمة. فالترانزستور المستعمل في راديو الجيب الدقيق مصنوع من أشباه الموصلات، كذلك الخلايا الشمسية التي تنتج القدرة الكهربائية في الأقمار الصناعية، ويعتبر السيليكون والجرمانيوم أكثر أشباه الموصلات استخداماً. إن المواد شبه الموصلة النقية تعتبر مواد عازلة للكهرباء، ولكن يمكن تحويلها إلى مواد موصلة من خلال إضافة شوائب من مواد محددة
حيث تزداد موصليتها مع زيادة نسبة الشوائب فيها، ويتم التحكم بدرجة توصيل مادة السيليكون النقي أو غيره من مواد الشبه الموصلة من خلال إضافة مواد شائبة في بنيتها بما يسمى عملية التطعيم. وبعد التعرف على المواد الموصلة والمواد العازلة، هناك أيضا مواد الشبه الموصلة، وهي المواد تكون عازلة تماما تحت ظروف معينة، ومنها الجرمانيوم والسيليكون كما هو موضح أمامك، التي تتكون منها العناصر الإلكترونية التي توجد في أجهزتنا العصرية الآن كالدايود الذي أمامك، وسنرى عمليا. هيا بنا. رجعنا لكم بعد الفيديو الشيق، وتعلمنا في هذا الفيديو أن المواد ثلاثة أنواع: صلبة وسائلة وأيضا غازية، وأن هناك مواد توصل التيار كالحديد، ومواد أيضا تعزل التيار الكهربائي كالخشب، ومواد شبه موصلة للتيار كالدايود أو الموحد. وجواب سؤالنا في بداية الدرس أن الأسلاك تكون مصنوعة من نحاس. في ختام درسنا اليوم، رسالة شكر إليكم لمشاهدة هذه الحلقة، ونتمنى لكم الاستفادة والمتعة.